بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طارق زيدان ودرس جديد في كورس الـ ICDL Version 5، والنهاردة الدرس الثاني في مديول الـ Access 2010. تابعوني بعد الفاصل. رجعت لكم تاني نكمل في كورس الـ ICDL Version 5، والنهاردة إن شاء الله هيكون الدرس الثاني في كورس في مديول الاكسس 2010. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا على برنامج الاكسس، وفتحنا برنامج الاكسس قلنا بنفتحه من قائمه ستارت وندخل على مايكروسوفت اوفيس وبختار اكسس، يفتح معايا بالواجهه دي وببدا اعمل داتابيس جديده، بختار اسمها عايز اسميها ايه، واختار المكان اللي هحفظها فيه واقول له كرييت. تمام، احنا مش هنبدا واحده جديده، احنا هنكمل على الشغل القديم. ولكن قبل ما ابدا في شغل جديد النهارده، عايز اوضح للناس اللي هي ممكن تكون الدرس اللي فات ما فهمتش الفرق بين الاكسس والاكسل، لان طبعا هيجي واحد يقول لي طول الدرس او اخر الدرس الاولاني انت ما جبتش ميزه جديده، كل اللي اشتغلناه على الاكسس هي جداول موجوده في الاكسل. لا يا برسان طويل، لا يا برسان طويل، في اختلاف جامد بين الاكسس والاكسل. اذا كنا المره اللي فاتت او الدرس الاولاني اتكلمنا على شكل الاكسس والجداول اللي في الاكسس، هي فعلا موجوده في الاكسل، ولكن احنا ما دخلناش لسه اتعمقنا جوه عشان اوريك الميزه او المميزات اللي موجوده في الاكسس ومش موجوده في الاكسل. فالدرس الاولاني ده مش مقياس تحكم بيه على الاكسس، ولكن عشان اوريك الاكسس قوي قد ايه، انا هوريك بروجكت صغير عملته النهارده حوالي كده تقريبا في نص ساعه كده ولا حاجه، هوريه لك وهوريك انا اقدر اعمل ايه بالاكسس. تابع معايا وشوف كده. ده البروجكت اللي انا عامله النهارده. تمام، ملف داتابيز عادي خالص، عامل فيه حاجه اسمها فورمز هناخدها في درس النهارده، وعامل فيه حاجه فيه اسمها ريبورتس هناخدها برده في درس النهارده. ولكن اللي انا عملته ده من درس النهارده اللي هشرحه لك النهارده، انت تقدر تعمل واحد زيه بالظبط. مش هيبقى زيه ان شاء الله، الدرس اللي جاي هقعد معاكم كده تفصيليا وهشرح لكم ازاي نعمل نفس البروجكت اللي انا عملته ده بالظبط وكل التفاصيل اللي فيه وكل حاجه. لكن النهارده هديك الاساسيات، اللي عايز يجرب يجرب، اللي عايز يشتغل يشتغل، وكل واحد يطلع اللي عنده. ده البروجكت اللي انا عملته. احنا الاول كنا عارفين احنا بنخش على الاكسس وندخل على تيبلز زي كده واقعد املى بيانات، اقعد املى بيانات واكتب بيانات. لا، انا لغيت الموضوع ده خالص كده وعملت حاجه اسمها فورمز بتظهر لي بالشكل ده كده، واسمي هنا فوق وخلفيه ورا وبيانات اللي اهي، وابدا ادخل كل حاجه عندي. وعملت شويه ايكونز تحت، على فكره الايكونز دي كمان انا اللي عاملها، وده انا لا كل حاجه في الشكل اللي ده انا اللي عامله. اذا برنامج الاكسس اهو قدامك عباره عن ليه واجهه تسجيل بيانات وليه حاجات تحت، مثلا زي ريكورد جديد لو عايز ادخل حد جديد، مثلا بص كده جاب لي صفحه فاضيه اهو هبدا ادخل بيانات حد جديد، وده لو عايز اعمل سيرش وهكذا. تعالوا نبدا واحده واحده ونشوف الفرق بينه بالشكل الجديد ده اللي انا عامله ده وبين الشكل القديم بتاع التيبلز العادي. بالشكل الجديد اول ما هفتح زي كده بيقول لي ده ابدا دخل بيانات الموظف اللي شغال عندك في الشركه. انا هنا الحقل الاولاني ده انا عامله اوتو نمبر، يعني بياخد نمبر لوحده اوتوماتيك، عشان انا كل ما يجي لي موظف، طبعا الموظف الاولاني بياخد رقم واحد اللي بعده رقم اثنين وهكذا، ما ينفعش رقمين بيشبهوا بعض. فده بعديه خالص بروس انتر كوظيفته ايه؟ وليكن مثلا وظيفته مهندس. بص كده اول ما بدات اكتب في قائمه الوظيفه حاجه، لقيت هنا في قائمه في رقم الموظف اتغير وخد رقم 8، يعني ده الموظف رقم 8 عندي في الشركه، مهندس اتصالات. تمام، اسم الموظف طارق زيدان، تمام، دخلت رقم البطاقه، اي رقم بطاقه يعني، ورقم الهاتف رقم تليفون هدخله. ندخل على النوع، هختار هو ايه، ذكر ولا انثى. طبعا ذكر. الحاله الاجتماعيه بتاعته اختار اعزب او انسة. شوف انا هنا عملنا ايه، خلي بالك احنا عملنا هنا حاجات تختار منها اوبشن، زي الحاجات دي مش موجوده في الاكسل اصلا، يعني ما فيش حاجات زي كده في الاكسل خالص. تمام، خلصنا هنا بدوس انتر يودينا على اللي بعده، بقول له الراتب بتاعه كام، مثلا 3000. تاريخ الميلاد خلي بالك هنا، بص طلعت لي كده كالندر هنا اهي او نتيجه، بختار منها تاريخ ميلاده كان امتى بالظبط، اقعد ارجع بقى لحد تاريخ ميلاده، اي تاريخ ميلاده خلاص بقى نختاره. تاريخ التوظيف بيطلع لي برده كالندر هنا، اختار مثلا متوظف لسه متوظف عندي النهارده، عنوانه مثلا مدينه دهب، ملاحظات عنه اي حاجه، اي ملاحظات اكتبها عنه، وبعد ما اخلص اروس علامه الصح دي. انا اللي عامل الشكل ده كله، كل التصميم اللي فيه بكل الايكونز اللي فيه بكل حاجه اللي فيه. لو دوست علامه صح زي كده ورحت رايح على الجدول اللي عندي كده، بص هلاقي طارق زيدان اضافه اهو عندي، وبنفس البيانات اللي انا دخلتها بالظبط. بص كده رقم البطاقه اللي دخلته 121 دخله، طبعا الرقم الموظف اوتوماتيك نزل 8 اوتوماتيك يعني. طبعا الوظيفه مهندس اتصالات وذكر واعزب ومش عارف ايه والكلام ده كله،
ونفس كل حاجة والراتب والعنوان وكل حاجة بالظبط زي ما انا دخلتها بالظبط في الفورمة اللي قدامي دي. يبقى اذا الاكسس اداني صلاحيات وشكل كاني شغال على برنامج خارجي خالص، مش برنامج حاجه تبع مايكروسوفت اوفيس، لا ده برنامج متقدم وحلو جدا، بدخل له بيانات في شكل فورمه كده جميله ولطيفه وظريفه، يبدا هو يحطها عندي في الجدول جوه، لو احتجتها اقدر ارجعها تاني واقدر استفاد منها تاني بشكل مبسط واقدر اطلع اللي انا عايزه منها. يبقى اذا شايفين الشكل بقى عامل ازاي، بدل ما ادخل واحده واحده في جدول هناك، لا انا بدخل له في فورمه معينه زي اللي قدامك دي كده، فورمه معينه بدخله فيها البيانات وتطلع لي هناك. طبعا اسهل بكتير جدا من ان اسجل في جدول، عشان طبعا البيانات هنا كتيره جدا، يعني شايفين البيانات دي كتيره مش قليله، لما ادخلها هناك في جدول اللي هناك هتاخد مني وقت، هنا سهله. طيب عايز ارجع مثلا للشخص اللي كان قبل طارق ده، ارجع له ازاي؟ بص عند الاسهم دي كده، لا السهم ده يرجع ورا اهو، الموظف اللي كان قبل طارق كانت اسمها ساره، موظفه استقبال، ورقم البطاقه بتاعتها كذا، ورقم التليفون كذا، وانثى، والحاله الاجتماعيه والكلام ده كله. طب عايز ارجع للي قبلها اهو، احمد كان رقم بطاقته كذا، وظيفته محاسب، ومش عارف شغال كذا كذا كذا. عايز ارجع لاخر واحد سجلته اهو، بدوس على السهم ده، اخر واحد سجلته كان طارق. طيب عايز ارجع لاول واحد سجلته، بدوس على السهم ده احمد. كل الحاجات اللي في الشاشه قدامك دي انا اللي عاملها، واقدر اضيف ايقونات واضيف حاجات تانية اكتر من كده، يعني انا اخترت الحاجات دي عشان دي الحاجات اللي انا محتاجها. يعني شوف برنامج الاكسس قدرت اصمم بيه واجهه برنامج، والله العظيم برنامج الاكسس ده في ناس بتصمم برامج بيه وتبيعها لشركات وتاخد منها فلوس حلوه جدا. يعني البرنامج اللي قدامك ده انا ممكن ابيعه لشركه واظبط فيه شويه حاجات كده كمان، واظبط فيه شويه اشكال ومش عارف ايه، وابيعه لشركه او اي حد يشتغل بيه ويبقى زي الفل معاه، يبقى برنامج عالمي واخد منه فلوس. يعني ناس كتيره جدا بتشتغل اصلا في الداتا بيز بتاعتها على برنامج الاكسس، وانا اشتغلت في شركات كتيره جدا كانت البرامج اللي هم بيشتروها اللي بيجيبها لهم عباره عن برامج اكسس، يعني برامج كانت متظبطه والداتا بيز بتاعتها متظبطه على الاكسس، الراجل جابها لهم وهم اشتغلوا بيها بس الواجهه بتاعتها ودفعوا له مبلغ محترم محترم محترم. يعني طيب هل الاكسس ميزته بس ان انا ادخل له بيانات بالشكل الحلو الجميل اللطيف ده؟ لا، في كذا ميزه. طبعا احنا قلنا هنا الصح، يعني خلاص حفظت ده، ممكن اعمل ريكورد جديد اهو لو عايز ادخل حد جديد تاني عندي. طبعا عندي السيرش، شوف انا عملت السيرش خليتها فين، خليتها له هنا اهي، يقدر يعمل سيرش. لو عايز اقول له مثلا يا عم اعمل لي سيرش على احمد، بص كده قال لي اه في موظف عندك اسمه احمد اهو شغال محاسب، ورقم بطاقته كذا، ورقم التليفون بتاعه كذا، والحاله الاجتماعيه كذا. اه طب شوف لو عملت سيرش على طارق، لا ثواني ارجع كده خالص بره واقول له سيرش على طارق. اه عشان انا مدخل طارق زيدان، مفيش طارق بس طارق زيدان. اه جاب لي طارق زيدان اهو، سيرش على طارق زيدان، جاب لي اسم طارق زيدان ومهندس ومش عارف كذا وكذا وكذا. طيب عايز امسح ريكورد معين اهو، بديليت همسحه. طب عايز اطبع، هدوس على هنا اطبع. طب ايه الايقونه ديت؟ الايقونه دي هتجيب لي شكل ريبورت، بص كده تقرير. جاب لي تقرير كده، قال لي الموظف الاولاني اللي انت اللي مسجل عندك رقم واحد اسمه احمد، رقم الموظف ده 6، شغال محاسب وذكر ودي بياناته كلها، واللي بعده اسمها ساره بياناتها كذا، واللي بعدهم اسمه طارق وبياناته كذا. ده تقرير بيجيب لي كل موظف عندي في اللي انا دخلت بياناتهم هنا عامله ازاي. وفي تقرير تاني عملته بيجيب لي تقرير كده ايه مفصل كده حاجه بسرعه كده. بص كده التقرير ده، شوف انا عامله ازاي بقى ده اهو، انا اللي مصممه برضه. رقم الموظف اهو، طبعا عايزه تتظبط بس المسافات شويه، واسم الموظف ووظيفته شغال ايه والراتب بتاعه ورقم البطاقه والنوع والحاله الاجتماعيه والتوظيف والتاريخ رقم الهاتف. طبعا في حقول ممكن اشيلها وحقول ممكن اضيفها. يبقى اذا الحاجات دي مش موجوده في الاكسل، موجوده بس في الاكسس. ميزه واهميه برنامج المايكروسوفت اكسس، اللي عايز يتعلم ازاي عملت البرنامج ده هنزله لكم ان شاء الله الدرس اللي جاي، في حاجات كتير جدا عليكم مش هتبقى مقرره عليكم، يعني مش دي مش جايه في الامتحان اصلا، بس اللي عايز يتعلم ياخد خبره، واللي عايز يعرف تصميم البرامج دي ازاي ان شاء الله الدرس اللي جاي تابعنا، وانا هعرفه ازاي يعمل برنامج زي ده. النهارده بقى هنتكلم في اساسيات في الاكسس اللي تخليك تعمل برنامج زي ده، زي اللي انا عملته ده. تعالوا نشوف الاساسيات اللي هنتكلم عليها النهارده هي عباره عن ايه. طيب هنفتح داتابيز جديده، هنعمل واحده جديده. اول ما بيفتح معايا جدول كده اسمه تيبل 1، ومتفقين ان هو بيفتح جدول واحد. اول ما يفتح اتفقنا ان احنا على طول نعمل سيف للجدول ده كده على طول، عشان يفضل ايه متسجل عندي في الداتابيز. وقلنا الداتابيز ممكن تحتوي على جداول كتيره جدا، وريبورتات اللي انا وريتها لكم من شويه، وفورمز اللي انا وريتها لكم من شويه، وفي حاجه كمان اسمها كويريز او استعلامات هوريها لكم برده كمان شويه. كل الحاجات دي هنشوفها النهارده في درس النهارده، هناخد الاساسيات، وفي الدرس اللي جاي ناخد الاحتراف.
طيب هبدأ في الجدول بتاعي ده ام ده ام لا بقى. اول مثلا فيلد هخليه تكست وهخليه اسمه او الحاجة اللي هكتب فيها النيم، اسم الموظف، وده هخليه مثلا سالري، وده هخليه البوزيشن، وده ممكن نخليه تليفون. تليفون ماشي. ودي اعمل كده ليه؟ فين ديليت؟ ديليت. وده برضو خليه زي ما هو. جندر، جندر يعني الحالة اللي هي النوع يعني ذكر او انثى. ايه تاني ممكن نحتاج نضيفه؟ ممكن نقول مثلا الادرس، ممكن ادرس، بلاش الادرس، خلينا مثلا نتكلم في ال date of birth. مثلا على سبيل المثال شويه الحاجات اللي انا دخلتها قدامك دي، خلاص مش هنزود اكتر من كده. لو عايز اضيف بقى بيانات عندي ببدا اضيف في الجدول وابدا اكتب وهو يبدا ياخد معايا الارقام، الاي دي ده اوتوماتيك بياخده معايا. طب انا محتاج حاجه هنا تاني عشان اتاكد منها، عشان عايز بس اجيب كل نوع. انا عندي هنا تكست وهجيب الحاجات دي كلها. طيب خلاص كده كويس مش مشكله، لو في تعديل هنعدله بعدين في الحاجات اللي جايه. طيب خلاص كتبت الجدول بتاعي كده ودخلت الفيلدز بتوعي، عايز ابدا بقى اظبط او اصمم في الجدول بتاعي شويه حاجات وشويه شروط ومش عارف ايه. هبدا بقى ادخل على حاجه في قائمه الهوم، حاجه اسمها في الفيو، حاجه اسمها الديزاين فيو. لو جيت دوس عليها كده بص اداني شكل غريب. طب ارجع تاني على القائمه اللي فاتت اسمها داتا شيت فيو. يبقى انا عندي منظرين لنفس الجدول، الجدول الواحد اقدر اشوفه بطريقتين، اقدر اشوفه بطريقه الداتا شيت فيو اللي هي الطريقه دي اللي هي زي الاكسل بالظبط بمربعاته ومش عارف ايه والكلام ده كله جداول، والطريقه الثانيه بالديزاين فيو هتديني الشكل الغريب ده. طيب ايه الفرق بين الداتا شيت فيو والديزاين فيو؟ في الداتا شيت فيو بيديني شكل بالظبط زي الاكسلز وفي سيلز وحاجات زي كده اقدر ادخل هنا بيانات، لكن في الديزاين فيو ما اقدرش ادخل بيانات. هو جايب لي اسامي الفيلد، جايب لي النيم والسالري والحاجات دي كلها والنوع بتاع الفيلد، تكست تكست ومش عارف ايه. وفي حاجه هنا تحت اسمها فيلد بروبرتيز، الحته دي مهمه جدا وبتيجي عليها اسئله كتير جدا في امتحان الاكسس، نركز فيها يا جماعه. يبقى في الديزاين فيو مش مسموح لي ان انا ادخل اي بيانات، انا بس في الديزاين فيو بظبط الديزاين بتاع الجدول بتاعي، الديزاين بتاعه والشكل بتاعه والحقول اللي موجوده فيه والشروط اللي هتطبق على الحقول دي. ولكن هل اقدر اضيف فيه بيانات؟ ما اقدرش. طب امال اضيف البيانات فين؟ في داتا شيت فيو. يبقى ده الفرق بين الداتا شيت فيو والديزاين فيو. طيب نرجع للديزاين فيو عشان هو شغلنا النهارده كله معظمه هيبقى على الديزاين فيو. اول ما افتح الديزاين فيو زي كده بلاقي عندي حقل او ريكورد في الديزاين فيو جنبه علامه المفتاح. بص كده لما اقف على الريكورد ده بتلاقي علامه المفتاح هنا ايه متعلمه، وعلامه المفتاح اسمها البرايمري ريكورد. برايمري ريكورد ده بقول له ان الجدول ده فيه ريكورد معين هيكون هو البرايمري الاساسي اللي ممكن يشترك مع جداول ثانيه. وليكن مثلا على سبيل المثال عندي عامل جدول في الداتابيز بتاعتي، جدول للموظفين بتوعي وكل موظف اسمه ورقم بطاقته وتليفونه والمرتب بتاعه وعنوانه. وبعد كده عامل جدول تاني في نفس الداتابيز عن التامين الصحي بتاع الموظفين، هكتب اسمه ورقم بطاقته وحاله التامين الصحي بتاعه. وعامل جدول تالت عن الاجازات الموظفين، هكتب اسمه ورقم بطاقته ونوع الاجازات او مده الاجازات بتاعته. يبقى اذا اللي اشترك معايا في الثلاث جداول دول ايه؟ الاسم ورقم البطاقه. طب الاسم ممكن الاقي واحد عندي اسمه محمد احمد محمود مصطفى مثلا، والاقي برضه موظف عندي تاني محمد احمد محمود مصطفى، يبقى اذا الاسم ممكن يتشابه، ممكن يجي لي اثنين موظفين الاسم الرباعي بتاعهم او الثلاثي زي بعض. يبقى الاسم ما ينفعش هنا اخليه البرايمري كي بتاعي. البرايمري كي بتاعي بخليه حاجه تكون ما ينفعش موظف تاني يجي يكررها او يجي يشترك فيها او يكون زيها. يبقى البرايمري كي هنا ينفع يكون ايه؟ رقم البطاقه. لان رقم البطاقه احنا قلنا في الثلاث جداول اللي اتكلمت عليهم من شويه اللي مشترك فيهم رقم البطاقه والاسم. الاسم ده ممكن الاقي موظف تاني متكرر معايا نفس الاسم، ولكن رقم البطاقه اكيد مش بيتكرر، رقم البطاقه ما بيتكررش. يبقى اذا اللي هعمله هنا برايمري كي هو رقم البطاقه.
لان ركن البطاقه هو اللي ما بيتكررش، اللي هو يعني ما بيتكررش بين الموظفين بتوعي، وهيكون ثابت في الثلاث جداول واقدر اربط الجداول دي ببعض. يبقى البرايمري كي هو رقم او بحدد على ريكورد معين بقول له، او فيلد معين بقول الفيلد ده هو ده، لو حبيت اربط جدولين ببعض هربطهم عن طريق ده. يعني لو حبيت اجيب بيانات من الجدول الثالث اللي هو بتاع الاجازات واحطها في الجدول الاولاني، اربطها في الجدول الاولاني، هقول له اربطهم لي عن طريق رقم البطاقه، فهيبدا يشوف الجدول الاولاني رقم البطاقه بتاعته مثلا كذا كذا كذا، يروح يدور عليها في الجدول الثاني اللي رقم بطاقته كذا كذا كذا، وياخد البيانات اللي قدامه ويحطها لي في الجدول الايه؟ الاولاني. ده ميزه او فائده البرايمري كي. لو عايز الغيها بلغيها من هنا اهو، يبقى انا كده شلت البرايمري كي. ولو عايز احطها قدام اي حد تاني او اي حاجه تانيه، مثلا لو قلنا رقم التليفون عايز اخليه هو البرايمري كي، اقول له هنا برايمري كي. يعني كده بقول له ان التليفونات رقم التليفون هو اللي هربطه بين الجداول وبعضها. طبعا احسن حاجه نخليه هو الاي دي. طيب الاي دي هنا دايما عندي اوت اوف نمبر، رقم بينزل على طول جاهز كده، كل موظف ما بيجي عندي يتسجل جديد، الموظف الاولاني رقم واحد، الثاني رقم اثنين، وهكذا يبدا يسجل كده على طول اوتوماتيك. طب لو الاولاني مشي ومسحته برده هيفضل مكانه فاضي، ما ينفعش حد يجي يتسجل فيه، يبقى يفضل رقم واحد ده فاضي. فاحنا بنستعمل دايما في الاي دي نخليها اوتو نمبر. خلي بالنا هنا الاي دي تختلف عن تماما عن رقم البطاقه، ماشي. طيب الاسم بتاعنا ايه؟ الاسم بتاع الموظف بتاعي ده نوعه ايه؟ نوعه تكست. هنتكلم بقى على داتا تايب النهارده دلوقتي. احنا دلوقتي بنتكلم على داتا تايب، نوع الداتا اللي هدخلها في كل فيلد من دول. في النيم اسم الموظف، تكست كتابه. طيب السالري، السالري بيبقى كتابه ولا رقم؟ السالري مش رقم نمبر، هو كرنسي، عمله، بختار كرنسي. طيب البوزيشن، الوظيفه كتابه. التليفون ممكن اخليه نمبر وممكن اخليه تكست، الاثنين. تكست على فكره شامله، بتشمل حاجات كتيره جدا. نمبر بتبقى محدوده شويه، يعني تكست تشمل نمبر وتكست. فانا هخلي هنا التليفون تكست عشان حاجه كده ايه معينه، او خليها نمبر مش مشكله، ما عليك. طيب الجندر، انا هتفق معاكم اتفاق دلوقتي ان احنا هنشتغل على اليس والنو، دي اللي عليك مكرره، لكن اللي انا عملتها من شويه في البرنامج بتاعي اللي هو بيفتح لك ويجيب لك كذا اختيار تختار منهم مش مقرره عليك، هقولها لك ولكن هشرح لك بتاعت اليس والنو بتاعتك انت الاول. يبقى هنخلي الجندر تبقى يس، ولنفترض انها لما تكون يس نعتبر ان هو ذكر، ولو نو نعتبر ان هي بنت، خلاص. والديت اوف بيرث، تاريخ الميلاد طبعا ده ديفنت تايم، تمام. انت دول الحاجات المقارنه عليك الخمس. تعالى بقى نتكلم، احنا اتكلمنا على الفيلد نيم واتكلمنا على الداتا تايب اللي بدخلها في الفيلد نيم، تعالى نتكلم بقى على الفيلد بروبرتيز، وخلي بالنا بتيجي عليها اسئله كتيره جدا في الامتحان بتاعنا. لو جينا مثلا على النيم والنوع النص اللي داخل فيه او الداتا تايب اللي داخله فيه تكست، تعالى نبص كده على الفيلد بروبرتيز، هنلاقي حاجه اسمها هنا ايه؟ الفيلد سايز. الفيلد سايز بيقول لي 255، معناها انه ان انا بقول له في الخانه بتاعت الاسم هتقبل حروف لحد 255 حرف. يعني لو حد اسمه الرباعي 255 حرف هتقبله، اكتر من 255 حرف مش هتقبله، اصغر من 255 حرف يبقى تمام، لكن اللي يعدي 255 حرف ده يبقى ايه؟ انت تاخد اول 255 حرف والباقي ما تاخدوش. طبعا مفيش حد اخره 255 حرف يعني. ولنفترض دلوقتي هنجربها، هنخليها مثلا ايه 10 حروف، وندوس سيف، وتعالى نروح للايه؟ بالشكل ده. تعال ندخل اسم اي حد كده عشوائي ونشوف هنوصل لحد، بص سامعين مش بياخد حاجه مني تاني، وصل لحد 10 حروف ووقف عشان انا قلت له الايه الفيلد سايز 10 حروف، تمام، مش بياخد حاجه مني تاني. ارجع تاني للديزاين فيو اهو بتاعي، طبعا بخليها 255 او على حسب ما يجي لك في الامتحان يقول لك خلي الفيلد سايز بتاعه النيم تبقى 255، او الفيلد سايز بتاعه النمبر او تليفون نمبر خليها 10، وهكذا. هو حر في الامتحان هيجي يقول لك سؤال زي كده، هتيجي على الديزاين فيو وتخش هنا وتغير الفيلد سايز بتاعه الخانه او الفيلد اللي قال لك عليها. لو قال لك في النيم هتروح رايح على النيم كده واقف عليه وتيجي تغير في ال 255. طبعا بعد كده نخش على، لا خلينا هنا الاول، في حاجه ثانيه مهمه، في برضو حته مهمه هنا في النيم بتاعت النيم، يعني في الفيلد بروبرتيز ممكن اتكلم على الاندكس. الاندكس ديت عندي اللي هو زي الفهرسه كده، حاجه اسمها زي الفهرسه، انا مش عارف بصراحه ترجمتها صحيحه بالعربي يعني. المهم الاندكس ديت بقول له كده مثلا ايه، لو جالك اتنين موظفين ليهم نفس الرقم ده كده، يا تسمح يا ما تسمحش. تعالوا نبص كده يعني ايه. بص هعمل هقول له الاندكس دي يس بات نوت دوبليكيتس. يعني ايه نوت دوبليكيتس؟ يعني ما تحطليش اتنين نفس الاسم ده،
يعني لو جالي موظفين نفس الاسم ده ما تقبلهمش، نفس الاسم بالظبط ما تقبلهمش. طبعا مش بستعملها في الاسم دي، انا ممكن استعملها مثلا في رقم البطاقه. لو جالي موظف ودخلته عندي ورقم بطاقته معينه، وجالي موظف تاني واسمه اي اسم تاني ولقيت رقم نفس البطاقه، يبقى لا، يبقى في حاجه غلط. لما اجي ادخل بياناته عندي على السيستم يقول لي لا استنى، الرقم البطاقه ده متسجل قبل كده. فانا هنا بستعملها الاندكس ديت عشان خاطر بس ايه، ما يكررش دخول بيانات نفسها كانت موجوده عندي قبل كده. طب لو نيجي نجربها في الاسم مثلا، اقول له يس خلاص انا اخترت الاندكس دي يس، وتعالوا نسيف ونخش هنا، وهندخل هنا مثلا بيانات ده اسمه طارق، ولا بالانجليزي طارق، وهنسيب الحاجات دي كلها ونعدي وندخل هنا على اللي بعدها. لو قلت طارق بص كده تاني، بص مش راضي يخش على اللي بعده، بيقول لي خلي بالك ان ده في حاجه غلط عندك هنا، في حاجه غلط في الاندكس بتاعك عشان انت مدخل نفس اسم متكرر قبل كده تاني. اه الفاليوز بتاعت الاندكس، خلي بالك انا مش هكمل، يعني هو وصل لحد الاخر اهو عايزين نكمل، مش هيكمل، اجي انزل على السطر بعده مش هينزل اهو، شايفين؟ لازم ارجع هنا للطريق ده واشيله واحط مكانه اي حد تاني، احمد مثلا دخل عادي اهو ونزل على اللي بعده اهو واملى بيانات عادي خالص. يبقى ناخد بالنا من الاندكس، عشان الاندكس ده بيجي لي في الامتحان سؤال لي عليه ويقول لي اعمل مش عارف كذا او خلي بالك مش عارف كذا. طيب الديفولت فاليو لو انا هخلي له قيمه معينه جاهزه على طول، مثلا هقول له اول ما تفتح حط لي قيمه معينه، هي الديفولت فاليو ما تظهرش قوي معايا في التكست، تظهر معايا بعد كده فين؟ مثلا خلينا نتكلم في الكرنسي. في الكرنسي اللي هو الموظف اللي جاي لي بياخد مني مرتب، بدي له مرتب مثلا باليورو او بالريال او بالجنيه المصري على حسب العمله اللي بديها له. بص كده هتلاقي نوع العملات مكتوبه تحت، بعض العملات مش كلها. يعني هنا مثلا ايه؟ باليورو موجوده، بالدولار مفيش حاجه ثانيه موجوده عندي غير دول. طبعا لو المايكروسوفت اكسس هيبقى بالعربي هيظهر لي بالريال السعودي. فطبعا هنا لو عايز اخليها باليورو بختار كده باليورو، يبقى مرتب الراجل ده باليورو. نيجي بقى نتكلم على الديفولت فاليو اللي انا قلت لك عليها، القيمه الاساسيه اللي بيحطها لي لاي حد. لو انا عندي مثلا المرتب الاساسي بتاعي اي موظف عندي مثلا 1200 جنيه. كده اول ما ادخل بيانات اي موظف عندي هيحط لي كده مبدئيا 1200 جنيه مرتبه. لو الموظف ده اكتر من 1200 جنيه هروح انا مزوده، لو هو اصلا لسه جديد ومرتبه فعلا 1200 جنيه هسيبه. فانا بقول له هنا حط لي قيمه مبدئيه لاي حد جديد يبقى مرتبه 1200 جنيه. تمام، ده الديفولت فاليو. في عندي هنا برضو خانه اسمها الريكوايرد اللي انا ممكن اخليها يعني ايه، ان دي خانه مهمه في دخول البيانات، يعني خليها ايه مطلوبه ما تتجاوزهاش، بس دي مش مهمه ومش عليكم في الامتحان. في بعد كده تعالوا نشوف اللي احنا طبقناها دي اللي هي الديفولت فاليو. لو رحنا هنا بص كده في الريكورد الجديد على طول، بس على فكره اي حاجه بطبقها جديده بتتسجل في الريكوردات الجديده، يعني بتتاثر بيها الريكوردات الجديده مش القديمه، خلاص القديمه خلاص اتسجلت وخلصت. بص كده سجل لي الموظف الجديد على طول ب 1200 جنيه، لو قلت مثلا دي ساره بص اللي تحتها برده جاهز على 1200 جنيه اهو، اللي تحتها جهز كمان على 1200 جنيه، دي ميزه الديفولت فاليو. طبعا لو مرتب ساره اكثر من 1200 دولار يعني هخليه مثلا لو هم 1500 او لا 1500 خلاص عادي بغيره، بس هو بيخلي لي الديفولت بس الاساسي 1200. طيب تعال نرجع تاني للديزاين فيو، نخش بعد كده احنا خلصنا قلنا اتكلمنا على التكست ده قبل كده هنا فوق، واتكلمنا على الكرنسي، تعال نتكلم على النمبر. ممكن برضو النمبر اخلي الديفولت فاليو بتاعه اخليه زيرو، اول ما يبدا الرقم عندي في النمبرز اخليه زيرو، مفيش حاجه ثانيه في النمبرز مهمه، وادوس سيف وارجع تاني للجدول بتاعي. بص على طول اهو في التليفون بتاعي اول ما يبدا بزيرو. طيب نرجع تاني للديزاين بتاعي، في اليس والنو. اليس والنو ممكن اخلي عندي الديفولت فاليو، على فكره الديفولت فاليو عندي هنا في اليس والنو لو كانت زيرو، زيرو معناها انه مش معمول علامه صح. لو عملتها واحد يعني معمول علامه صح. لو خليت الديفولت فاليو بتاعتي واحد معناها ان انا كل ريكورد جديد هاجي اسجله هتروح نازله على طول علامه صح قدام ايه؟ قدام المربع بتاع الخانه دي. احنا اتفقنا لو علامه صح موجوده نعتبره ذكر، لو مش موجوده نعتبره ايه؟ انثى. تعالوا نحفظ كده ونشوف. بص كده اهو الريكورد الجديد اللي تحت اهو على طول خد علامه صح اهو جاهز على طول، لان انا معتبر على طول ان اغلب الموظفين بتوعي ذكور. تعالوا نخلص كده وننزل على اللي بعده، مثلا هنا هنسميه ده اسلام. بص اللي بعده كمان اللي بعده اول ما سجلت على طول اسمه فوق راح اللي بعده على طول خد ايه؟ خد علامه صح، يعني معناها ان انا عامل له الديفولت بتاعتي علامه الصح تكون ايه؟ جاهزه على طول. بيجي بعدها سؤال في الامتحان ويقول لك خلي الديفولت فاليو بتاعه اليس والنو او في الفيلد تايب، الفيلد نيم اللي هو اسمه جندر او اي حاجه هيجيب لك اسم الفيلد، يعني خلي الداتا تايب بتاعتها الديفولت فاليو تكون واحد او الديفولت فاليو تكون زيرو.
وهنا هي بقول له هي يس او نو، ترو او فولس، مش مشكله، دي حاجات مش مهمه يعني. خلاص، في بعد كده نتكلم على الديت والتايم. الحته المهمه عندي في الديت والتايم، مثلا انا شركه بيوظف ناس عندي، بس مش عايز الناس العواجيز قوي، مثلا عايز الناس اللي هم مثلا بعد مواليد خلينا نقول مثلا بعد مواليد 90. فراح كاتب كده ان انا هوظف عندي او عامل شرط عندي في الناس اللي تيجي تشتغل عندي يكون الديت اوف بيرث بتاعها من كذا لكذا. لما اجي ادخل بياناتهم لو لقيت التاريخ الميلاد بتاعهم بره الرينج اللي انا عايزه ده، يقول لي ايرور عندك ما يكملش. تعال نشوف هنعمل دي ازاي. بحط شرط في الفاليديشن رول، شايفين خلي بالنا هنا بقف على البيرث اوف ديت وهي الناحيه ديت تايم اند ديت اند تايم، بقف في الفاليديشن رول وببدا هنا احط له شرط، اقول له الناس اللي تواريخ ميلادها ما بين تاريخ كذا وكذا اقبلهم، غير كده ارفضهم. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هنقول له between مسافه وحدد له التاريخ الاولاني، هنقول مثلا 1/1/2017، خلينا نقول كده مثلا and تمام 30/12/2017. بص كده خلاص خلصت، دوست انتر، هو على طول راح حط ايه، حط العلامات دي اوتوماتيك لوحده. تعالوا نعمل سيف. ونرجع هنا تاني وتعالوا نسجل موظف جديد. هنسجل الموظف ده تامر ونسيب ده كله، وتعالوا نيجي بقى ديت اوف بيرث وناخد بقى النتيجه ديت ونختار هو ايه تاريخ ميلاده امتى او اتولد امتى. تعالوا نحط، احنا قلنا ايه، من 1/1/2017 لحد 30/12/2017 ده شغال معايا. تعال نقول له التاريخ ده ونروح على اللي بعده. شوف قال لي ايه، قال لي خلي بالك ان عندك ايرور ان لازم يكون ما بين 1/1/2017 و30/12 عشان عندي تاريخ بس بالنظام الامريكي. 30/12/2017 بالنظام الامريكي بيبدا الشهر ثم اليوم، 30/12/2017، فلازم التاريخ بتاعك لازم التاريخ الموظف ده يكون في الوقت ده. طب لو جيت دخلت له تاريخ في الوقت اللي هو عايزه ده فعلا، اه تعال نشوف كده، اه اغسطس 2017 في النص اللي هو طلبه، ودوست انتر كمل عادي جدا زي الفل. اروح على الموظف اللي بعده ادخل له تاريخ غير المده اللي هو عايزها وانتر، ايرور، انتر ايرور، مفيش ولا هيقبله خالص مهما حاول. يبقى ده طبعا لازم امسح ده عشان مش هيكمل في اي حاجه لما امسحه. طيب يبقى ده شويه الشروط اللي بتجيلي في الامتحان، يقول لك حطها لي في، انا مش عارف ليه كل مره بلوس هنا، حطها لي في الفيلد بروبرتيز بتاعه التيبل بتاعك. عندنا ايه تاني؟ عندنا نرجع، لا احنا كده خلصنا خلاص اللي هي الديزاين، خلاص نرجع على القائمه العاديه بتاعتنا. عندنا هنا برضو في قائمه الكرييت ممكن اعمل زي ما قلنا قبل كده تيبل. على فكره احنا قلنا مش كل الحاجات هناخدها، بس هناخد حاجات منها بسيطه يعني. عندنا ان انا اقدر اعمل تيبلز، واقدر اعمل حاجه اسمها كويريز. كويريز يعني استعلامات، يعني تديني كده ملخص سريع كده، حاجه بسيطه كده بسرعه. ممكن اعمل فورمز، فورمز اللي هي زي اللي انت شفتها، الواجهه اللي انا كنت جايبها في البرنامج اللي انا كنت عامله من شويه اللي انت شفتوه ده اللي هو بدخل فيها البيانات دي، اسمها فورم. ممكن اعمل فورم ادخل فيها بيانات الناس بشكل معين بطريقه معينه. ممكن اطلع ريبورتات، ريبورتات يعني طلع لي كده تقرير اللي انت شفتوه برده اللي كان مطلع لي تقارير الناس اللي عندي واسميهم كذا وموظفين ومش عارف كذا ومرتباتهم. يبقى انا في قائمه كرييت هحتاج تيبلز واحتاج كويريز، هحتاج فورمز واحتاج ريبورتس. هم دول معظم شغلنا عليهم النهارده، وهم دول حاجات ما بيخلاش منهم الامتحان بتاع الاكسس. طيب لو جينا في قائمه كرييت عشان اعمل جدول، بدوس على تيبل عادي خالص اهو، بيفتح لي جدول جديد بالشكل عادي خالص بالشكل بتاع اللي شبه من الاكسل. وممكن اقفل الجدول، بقفله من هنا لو انا عايز اقفله. لو جينا تاني عملنا جدول جديد اهو، اداني جدول بالشكل ده. ممكن يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي اعمل لي جدول جديد في شكل الديزاين فيو. ده احنا قلنا ده شكل الداتا شيت فيو، الشكل اللي فيه مربعات ده كده اسمه، او الحاجات المتقسمه ده اسمه الداتا شيت فيو. لكن الديزاين فيو اللي اتفقنا اللي هو الشكل ده، طبعا لازم احفظ الجدول الاول، هحفظه طبعا. الشكل ده هو اسمه ديزاين فيو. هيجي لي في الامتحان يقول لك اعمل لي جدول في شكل الديزاين فيو. لو جيت عملت تيبل بالشكل ده كده اهو، وبعد كده رحت رايح على الديزاين فيو كده، انت سقطت في السؤال، وهيسقطك في السؤال ده ويشيلك الايه السؤال.
ما انت رغم انت عملت جدول ودخلت على الديزاين فيو، لا اجابه غلط. امال هو عايزك تعمل ايه؟ عايزك تخش مباشره بجدول جديد على الديزاين فيو بتاعه. تعملها ازاي؟ من قائمه كرييت تخش على تيبل ديزاين، فكده انت عملت جدول جديد اهو ودخلت على طول مباشره على الديزاين بتاعه اهو. ونبدا نحط بقى كل حاجه احنا عايزين نحطها هنا، الاسم الفيلد والداتا تايب وكل حاجه. يبقى انا عشان ادخل على جدول جديد وعلى طول مباشره على الديزاين بتاعه هدخل في كرييت تيبل ديزاين. طيب الكويريز هو عباره عن استعلام، استعلام بيطلع لي كده بيقول لي مثلا لو عايز مثلا انا عندي في الجدول الاولاني ده عندي اسماء الموظفين والسالري بتاعهم والبوزيشنز ومش عارف ايه والكلام ده كله، عايزه بس يطلع لي، عايز اعمل استعلام يطلع لي بس ايه اسم الموظفين وانواعهم رجاله ولا ستات عشان اعرف مثلا عندي كام راجل وعندي كام ست. مش محتاج كل البيانات دي كلها بقى، مش محتاج بقى السالري بتاعه والبوزيشن والتليفون والحاجات دي كلها، عايز بس حاجه تطلع لي اسم الموظف ونوع الموظف ذكر ولا ست، او اس او انا عايز اعمل تقرير او استعلام سريع عن اسم الموظف والمرتب بتاعه، فمش محتاج كل البيانات دي كمان. فهعملها ازاي؟ باجي في الكويريز واقول له نيو كويري او كويري ويزارد واقول له اوكي، بخليها سيمبل واقول له اوكي. باجي هنا في القائمه ديت بيقول لي انت عايز تاخد ايه تحطه وتطلعه لك كويري. اولا لو انا عندي اكتر من جدول بيظهر لي هنا فوق كذا جدول عندي اهم، دي الجدول بتاعتي انا طبعا شغال على الجدول الاولاني. فبيقول لي في الجدول الاولاني في حاجه اسمها عندك اي دي، حقل اسمه اي دي فيلد اي دي، وفي عندك النيم وفي عندك السالري والبوزيشن والتليفون والجندر والديت اوف بيرث. انت عايز تحط ايه بالظبط؟ هقول له يا عم حط لي النيم وحط لي الجندر ماشي كده، وطلع لي بيهم كويري او استعلام سريع بس اسماء الموظفين وانواعهم ذكور ولا اناث. واقول له اوكي واقول له نيكست، وبيقول لي عايز تسميه ايه؟ هقول له مثلا مش مشكله اي اسم وخلاص، مش هسميه انا هسيبه اي اسم. وطلع لي عندي شكل ده اهو، كويري سريع بالشكل ده زي ما انت شايف كده اهو. عندك الموظفين بتوعك، قال لك ده مثلا طبعا احنا ما كناش حاطين علامه تشيك عليهم قبل كده، قال لك عندك دول الموظفين بتوعك ودول ايه الجندر بتاعهم. تمام؟ طيب عايز اعمل كويري مثلا بالموظفين في تيبل 1 بالموظفين اسمائهم وبالسالري بتاعهم. طبعا عشان اضيف حد في الجدول لازم ادوس على ايه اختاره، او اضيف خانه يعني اختارها وادوس على السهم ده. لو عايز اضيفهم كلهم بدوس على السهمين اهو كلهم راحوا. عايز ارجعهم كلهم تاني ارجعهم بالسهمين، عايز اضيف واحد بس اهو احدده واخده معايا كده السدر اهو. يبقى انا كده هعمل كويري سريع، طبعا هيطلب مني اسم هنا ماشي هو خلاص مش مشكله كده. كويري سريع اهو باسماء الناس اللي عندي الموظفين ومرتباتهم، طبعا طارق ما كنتش مدخل قدامه مرتب فمش جايب لي قدامه مرتب. دي كده اسمها استعلامات بحتاجها عشان اظهر ملخص سريع لحاجات انا عايزها مثلا. طبعا بقفل منين؟ بقفل الحاجات دي من هنا يعني. طيب ده كان موضوع الكويري. ندخل بعد كده على الفورمز. الفورمز دي بقى عندي هي الحته اللي انا اشتغلت فيها اللي انتوا شفتوها بالشكل بتاع البرنامج في اول الحلقه. الفورمز عندي هنا في حاجه اسمها فورم ويزرد، دي اللي بنحتاج نشتغل عليها. فورم ويزرد لو جيت بصيت كده بيظهر لك نفس شكل الكويري، بيقول لك انت عندك كام تيبل اهو، عايز تختار انهي واحد فيهم، هختار مثلا التيبل الاولاني، عايز انهي خانات تشتغل عليها في الفورمز بتاعتك، هقول له يا سيدي حط لي كل الخانات دي في الفورمه بتاعتي اهو، وهدوس نيكست. طيب انت عايز شكلهم يبقوا ازاي؟ بالشكل ده كده ولا بالشكل ده كده ولا بالشكل ده كده ولا بالشكل ده كده؟ لو لاحظتوا ان انا في اول البرنامج لما كنت عامله كنت عامله بحاجه قريبه من الشكل ده، يبقى انا هختار تختار الحاجه اللي تريحك واختارها منها واعمل كده. هيجي لك في الامتحان يقول لك اعمل لي فورم بنوع بتاعها كده، او النوع اللي اوت بتاعها بالشكل ده، شكل كولومنر او النوع ده او النوع ده، فانت بتختار على حسب الامتحان او السؤال اللي هيجي لك في الامتحان. هقول له نيكست، هيقول لك هنا سميه، هقول له مثلا بيانات الموظفين واقول له فينش. بص كده اهو جاب لي فورمه زي اللي انا كنت عاملها في الاول، بس طبعا اللي عاملها كان فيها حاجات اكتر وانا مظبطها يعني، بس دي مبدئيا بيجيب لي حاجه زيها اهو. بيقول لي الموظف رقم واحد اسمه طارق، طبعا ما كنتش مدخل السيلر بتاعه، هنقول مثلا 4000، وادخل على الخانه اللي بعدها اقول له البوزيشن بتاعه هو مهندس مثلا بيكتب عربي
تمام، والتليفون بتاعه كذا كذا كذا، والديت اوف بيرث بتاعته اي تاريخ ميلاد، وابدا اخش على فين؟ على اللي بعده. لو عايز ادخل على النكست ريكورد بدخل من هنا اهو، شايفين تحت دي كده، ولو عايز اعمل ريكورد جديد خالص بدوس على ده، شايفين السهم ده كده ريكورد جديد خالص. فانا هدخل على اللي بعده، قال لي احمد، وبياناته احمد برده ما كانش مسجله. لو رجعت تاني كده عندي هنا، خلي بالك طارق ايه، بياناته هي متسجله اتحفظت يعني. لو رحت على اللي بعده احمد، واللي بعده ساره، واللي بعده اسلام، واللي بعده تامر، وهكذا كل الموظفين بتوعي هنا. لو عايز اروح لاول واحد خالص بدوس على السهم ده يرجعني لاول واحد خالص، ولو عايز اروح لاخر واحد عندي سجلته بروح على اللاست ريكورد ده يديني لاخر واحد. لو عايز ابدا ريكورد جديد ببدا ريكورد جديد من هنا. يبقى كده الشكل بتاع بقى اسهل من ان انا ادخل على التيبل وابدا املى البيانات فيه واحده واحده. لو جيت كده في الفورم ثاني ودخلت على نيو فورم وقلت له مثلا سجل لي موظف جديد اسمه مثلا رنا، والسالري بتاعها زي ما قلنا البيزك بيبدا على طول 1200، والبوزيشن بتاعها مثلا سي في الحسابات، والتليفون اي تليفون، والديت اوف بيرث مش مشكله. ودخلت على اللي بعده كده، لو رجعت ثاني هلاقي ايه؟ رنا اتسجلت عندي رقم 7. لو رحت على الجدول بتاعي هنا هلاقي الجدول بتاعي ايه؟ بص ما نزلتش ساره، لازم اعمل ريفريش، اعمل ريفريش بزرار اف 5. اعمل من اول ما اعمل ريفريش الاقي ساره إيه؟ رنا قصدي رنا نزلت معايا ايه؟ اتسجلت ونزلت معايا. نرجع تاني للفورم بتاعتي. يبقى كده شفت الفورمه وريحتني كتير جدا ان اقعد املى جدول بيانات واحده واحده. لا انا عندي فورمه زي كده واقول له خد يا عم املى الفورمه، وكل حاجه هتملاها هنا تروح رايحه مباشره على التيبل المخصص ليها. ممكن اعمل فورمه واحده تملى 2 تيبلز، مفيش مشكله خالص. طيب برضو في قبل ما اخش على الريبورت هدخل تاني، هرجع تاني للكويري. في الكويري احنا اتكلمنا على الكويري ويزرد وما اتكلمناش على الكويري ديزاين، انا نسيتها. في الكويري ويزرد هنا بقى بقدر اقول له، بدل انا هناك كنت بعمل له في الكويري العاديه كنت بعمل له استعلام مثلا باسم الموظف والسالري بتاعه، فيجيب لي كل الموظفين اللي عندي والسالري بتاعتهم. لا انا بقدر كمان اخليه هنا يجيب لي من الجدول الاولاني حاجه معينه مع الجدول الثاني مع الجدول الثالث ويربطهم لي في جدول واحد. بعملها ازاي؟ بدخل كده بيجيب لي اهو، بيجيب لي قائمه عندي، بيقول لي في الجدول الاولاني عايز تاخده معاك ولا لا. لو دوست كده مرتين عليه حطهولي هنا. عايز تاخد معاك حد تاني هقول له مثلا في الجدول التاني حطهولي، خدت الجدول التاني. عايز حاجه في الجدول التالت هقول له حط كمان الجدول التالت. طيب انا كده كررت الجدول التالت مرتين، همسح الجدول التالت ده خلاص. كده انا خدت الثلاث جداول اللي هم اللي هبدا اخد منهم البيانات واطلعهم لي في شكل استعلام واحد. هعمل ايه؟ هاجي هنا في المكان الاولاني ده كده اللي هو كده كده واقف فيه اوريدي، هروح انا مختار اللي انا عايز اخده مين في دول، عايز احط في اول خانه تطلع لي ايه؟ يطلع لي مثلا الاي دي اللي في الجدول التاني اهو. طب وفي اللي بعدها النيم اللي في الجدول الاولاني والسالري وهكذا. يبقى انا كده عملت كويري اهو بسرعه سريع، واخدت لي من كل جدول فيهم حاجه معينه. لو جه في الامتحان وقال لي اربط لي الجدول الاولاني استعلام كويري بالجدول الاولاني بالجدول الثاني بس، هختار الجدول الاولاني والجدول الثاني بس وشوف عايز يربط ايه بايه واظهرهم له هنا تحت. لو قال لي اربط الاولاني بالثالث هربطهم برده واظهر لهم بتحت هنا بالحاجات اللي هو عايز يظهرهم معايا. لو قال لي حطهم لي او استخدمهم بشروط معينه مثلا اي كان الشرط لو عايز يقوله في السؤال يعني، الشرط ده بتحطه هنا في الكريتيريا، بتحطه هنا. ولو قال لك حط لي لو قال لك عايز شرطين تحطهم لي هتحط له الشرطين، واحد هنا وواحد هنا، ده او ده. تمام. هو طبعا هيجي في الامتحان يقول لك حط لي في الفيلد اللي هي اسمها نيم مثلا حط لي فيها الكريتيريا بتاعتها مثلا اي كلام هيقوله لك هتروح حاطه هنا او كذا تحطه هنا. فهمت؟ هيقول لك حط لي هنا. هيجي مثلا يقول لك في الفيلد اللي اسمها سالري حط لي كريتيريا نوع معين، هتروح كاتب له النوع اللي هو طلبه منك تحطه هنا. اللي تشيك بوكس ديت بتقول لك انت عايز تظهر ده او الفيلد ده عندك في الكويري ولا مش عايز تظهره. لو دوست علامه صح يعني هظهره، لو دوست علامه الصح دي شلتها يبقى مش هظهره. هو موجود في الكويري بس لما يجي يطلع في الاخر في الريبورت بتاعي ما يطلعش او ما يظهرش قدامي. ده كان الجزء السريع بتاع الكويري احنا ايه، وجزء بيجي عنه سؤال في الامتحان. ندخل برده على الحاجه المهمه عندي اللي بيجي عليها اسئله كتيره جدا، هي جزء الريبورتات. جزء الريبورتس عندي طبعا احنا في الفورمز اتكلمنا على بس اللي هي ايه الفورم ويزرد هي اللي انت محتاجها، الباقي ده مش محتاجه. نيجي بقى على جزء الريبورتات، وده جزء بيجي عليه اسئله كتيره جدا في الامتحان ومهم جدا. زي ما قلنا هناك في الفورم قلنا فورم ويزرد، وفي الكويري كويري ويزرد، عندنا هنا في الريبورت ريبورت ويزرد. بدوس عليه زي كده وعشان اطلع تقرير عن حاجه معينه. بص كده هيجي يقول لي ايه، يقول لي انت عايز تعمل ريبورت ويزرد، عايز تطلع تقرير عن الجدول الاولاني ولا الجدول الثاني ولا ايه بالظبط اللي انت عايز تطلعه. هقول له الجدول الاولاني، هيقول لي اختار الحاجات اللي انت عايز تطلع بيها تقرير.
يعني هتختار بالاي دي مثلا، واحط له النيم، واحط له السالري، واحط له الجندر وهكذا، واقول له نيكست. هيقول لي مثلا هي دي الحاجات اللي هتظهر عندك في التقرير بتاعك. انت عايز تعمل جروب ليهم ولا حاجه؟ يعني عايز تصنفهم بحيث ان مثلا يبقى جروب بالاسم، مثلا يبقى الاسم فوق وتحته بياناته. يعني هوريك ازاي يعني انت تعملها كده. لو قلت له جروب بالاسم، بص هتعمل ايه، هيخلي لي كده، هيطلع لي الريبورت شكله كده، الاسم الموظف فوق هنا ومكتوب في الريبورت بتاعه مرتبه والسالري بتاعه والجندر وكل حاجه بالشكل ده كده. هقول له اه ماشي يا عم، اعمله لي جروب بالاسم. ممكن يجي لك في الامتحان يقول لك اعمله له جروب باي حاجه ثانيه، جروب بالاي دي، او ما يقولكش اعمل لي جروب. المهم ايا كانت الجروب او مش الجروب، عدنا عرفنا عشان اخليهم يبقى جروب بالشكل ده. هقول له نيكست. وطبعا لو عايز اعمله جروب او ارتب الحاجات اللي جوه الجروب نفسها، يعني جوه الجروب اللي هو بتاع النيم ده، الحاجات اللي جوه هرتبهم عن طريق الاي دي مثلا، ايه، اخليهم اسندنج ولا ديسندنج؟ كده انا هخليهم اسندنج اللي هو تصاعدي، يبدا من الاي دي الصغير للاي دي الكبير. خلي بالك ان هنا جروب هيبقى الاسم مكتوب هنا فوق، والحاجات اللي تحت دي هتبقى مترتبه بالاي دي، الاي دي اللي هنرتب بيه هيبقى ترتيب من التصاعدي من الصغير للكبير. واقول له نيكست. وطبعا بيجي هنا يقول لي عايز نوع الورقه ايه، لاند سكيب اللي هي الورقه اللي بالعرض، البورتريت الورقه اللي بالطول، واللاي اوت لو قلت له كده اللي هي ستيب هيديني لاي اوت معين، والاوت لاين، دي كلها نوع من انواع ظهور الشكل بتاع الريبورت بتاعي. لو جيت دوست نيكست وبعد كده يقول لي عايز اسميه ايه، هختار اسم الريبورت بتاعي واقول له فينيش. بص كده طلع لي بالشكل ده. بالشكل ده عمل لي اسماء الناس اهو، الموظفين بتوعي، رتبهم لي بالاسم، او رتب اسماء الموظفين بتوعي بالاسم، او رتب لي في التقرير بتاعي رتبهم بالاسم، رتبا بالاسم يعني، وجاب لي كل واحد الاي دي بتاعه والسلر بتاعه. يبقى انا رتبتهم عن طريق الاسم. لو جيت عملت تاني، رجعت تاني، رجعت تاني، قلت كرييت ريبورت ويزرد، واخترت الحاجات اللي انا عايز اظهرهم، الاي دي والنيم والسالري والبوزيشن، ورست نيكست، ورست هنا مش عايز اعمل اي حاجه، خليهم يظهروا على طول، ورست برضو مش عايز اعمل حاجه فينا، خليهم يظهروا بالترتيب الطبيعي بتاعهم، وخليتهم اللاند سكيب او اي حاجه تانية من دول، خليهم كده ماشي. نجرب ده وشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. ده التكرير تاني اهو، رتبهم لي بالاي دي بتاعهم والاسماء الموظفين عندي. رقم 6 ده ما كانش فيه اسم موظف متسجل، وكل واحد والبوزيشن بتاعه ايه متسجل بكذا. تمام، يبقى ده نوع من انواع الايه الريبورتات، او دي الريبورتات اللي بتظهر عندي. اول ما بدخل على الريبورت عندي بيظهر لي فوق كده اللي هي اسمها البرنت بريفيو. دي طبعا بقى الحته اللي احنا ايه بنشتغل عليها قبل كده في الاكسل وفي الوورد. بيجي هنا لو عايز اعمل برنت، بدوس طبعا برنت، وبحدد له كام نسخه عايز اطبعها، وبحدد له الصفحات اللي عايز اطبعهم من كذا لكذا، واقول له اوكي. تمام، لو عايز اغير حجم الورقه باجي هنا على السايز. لو قال لك غير حجم الورقه من A4 ل A3 او اي نوع تاني، بختار النوع الورق اللي هو قال لي عليها. طبعا هنا المارجنز اللي اتكلمنا عليها قبل كده في الوورد وفي الاكسل هي نفس المارجنز. ولو قلت برنت داتا اونلي كده، يعني معناها انا هطبع البيانات بس من غير اللي هي الايه العناوين بتاعت الحاجات دي نفسها، يعني مش هتظهر لي العناوين اللي فوق. لو جيت كده ظهرتها تاني هتظهر لي العناوين اللي فوق. طبعا نوع الورقه يا اما لاندسكيب يا اما بورتريت. لو عايز اعمل كولومز زي كده هبدا اظبط كولومز عندي، ده لو عايز اعمل كولومز يعني. والبيج سيت اب لو عايز ابدا اظبط، هي نفس اللي فاتت على فكره، بظبط كل حاجه بقى من المارجنز والبيج والكولومز وكل حاجه، يعني البيج سيت اب فيها كل الحاجات اللي فاتت دي. طبعا ولو عايز اخليهم في صفحه واحده او في صفحتين بالشكل ده وهكذا، او اخلي اربع ورقات في صفحه واحده، يعني كده اربع ورقات يطلعوا لي في صفحه واحده، دي نوع او شكل الطباعه. لو عايز اعمل زوم. طيب ايه تاني؟ هنا مفيش حاجه تانية. ممكن عندي في الريبورت، لو جيت بفتح الريبورت كده واخترت الفيو بتاعه وخليته ديزاين فيو، خلي بالك برضو ديزاين فيو هنا دي ينفع اجيبها، ودخلت كده على الديزاين فيو بتاع الريبورت هيجي لي شكل الريبورت بالشكل ده. بيقول لي بص يا سيدي، انا بطبع لك الاي دي، وبطبع لك الاسم والسالري والبوزيشن، ممكن ترتبهم بالترتيب اللي عاجبك، تخلي البوزيشن هو اول حاجه او تخلي الاي دي هو اخر حاجه. هتشيل كده اهو، تسحب وتجيبه هنا او هنا في اي حته انت عايز تحطها، وترتبهم زي ما انت عايز ترتبهم. عندك هنا حته فوق اسمها الهيدر اللي اتكلمنا عليها قبل كده في الوورد وفي الاكسل. الهيدر ده العنوان اللي فوق، بتكتب فيه هنا اي حاجه انت عايز تكتبها، ممكن تكتب فيه اسمك او اي حاجه انت عايز تكتبها تظهر لك في التقارير بتاعك.
ماشي، او ممكن تكتب هنا اسم التقرير نفسه، بيانات الموظفين، فتظهر لك في التقرير بتاعك. وممكن تخلي هنا في الهيدر ده ممكن تضيف اي حاجه تانية، ممكن تضيف مثلا حاجه زي دي تكست بوكس كده، فعامله كده تكست بوكس، اه تكتب فيه اي كلام تاني. نحذفه، مش عايز تحذف ولا ايه؟ ماشي، نرجع تاني للتقرير بتاعنا او الريبورت بتاعنا. طيب ممكن تدخل حاجات كتيرة، ممكن تدخل كده زي بوكس صغير اهو، او زي بوتن كده، زرار زي اللي انا كنت عاملهم في التصميم بتاعي اهو، الزرار اهو، وتدي له اسم معين او اي حاجه معينه. ممكن تدخل اللي هي الليبل، تعمل حاجه زي كده وتكتب عليها الليبل اللي هو ايه، تكتب فيها دي حاجه معينه او تكست معين. لو جيت كده عملت هنا فيو، شوف الريبورت لما عدلت فيه اهو، هيطلع لك الريبورت مكتوب فوق طار زدان، وفي زرار زي كده اهو، او في زرار كومنت زي كده وشغال ومش عارف ايه، وتربطه بالحاجات دي. ده كان تظبيط الريبورت. في حاجه تانية في الريبورت عندنا يا جماعه؟ ايه تاني ناقص في الريبورت؟ مفيش. طيب كده احنا خلصنا موضوع الريبورت، ندخل بعد كده على ايه؟ على الاكسترنال داتا. في الاكسترنال داتا في حاجات كتير جدا مش عليك، مالكش دعوه بيها خالص. الاكسترنال داتا ده لما يحب بس يقول لك عندك بيانات عندك في الجدول اللي موجوده رقم واحد، او بيانات الموظفين اللي عندك في الجدول رقم اثنين، اي حاجه من دول طلعها لي في شكل شيت اكسل. هتروح رايح على طبعا الاكسترنال داتا ديت، وتروح داخل على اكسبورت. اكسبورت يعني هطلع، اكسبورت هطلع بره، امبورت يعني هدخل هجيب، انا مش عايز اجيب انا عايز اطلع. هقول له ايه؟ اكسل. طبعا ممكن يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك امبورت، هات لي عندك ملف اكسل على الجهاز، هات لي بقى خليه امبورت يجيب لي البيانات اللي فيه حطها لي في الاكسس. هعمل امبورت، لكن هنا عايز اطلع هقول له ايه؟ اكسبورت. هقول له اكسبورت واختار الاكسل. هيقول لي انت عايز توديه فين؟ هقول له ودولي في المكان اللي هو ده، وهسميه تيبل 2 او بلاش تيبل 2، خلينا نروح يا سيدي ايه، خلينا ناخد تيبل الاولاني خالص، او خلينا في ده ماشي تيبل 2 يلا. اكسل وخليه زي ما هو تيبل 2، بس خليها كلمه ريبورت عشان اعرفه، ونوع الصيغه بتاعته هتبقى كذا، مش مشكله الصيغه، وهقول له اوكي. لو رحت المكان ده هلاقيه اتسيف فيه. هو قال لي فين؟ قال لي في الدوكيومنتس اهو. فين هو؟ اهو تيبل 2 ريبورت اهو، هو ده. ولو فتحته كده هتلاقيه شيت اكسل عادي خالص، وفي نفس البيانات اللي كانت موجوده هناك اهي، شايفين؟ نفس البيانات اللي هو الموظفين بتوعي احمد ومش عارف ايه، والمرتبات بتاعت الناس هي اللي متسجله عندي في الـ الداتابيز بتاعت اللي موجوده على الاكسس. كده ممكن نكون تقريبا احنا خلصنا كل المقرر اللي عليكم واللي موجود في برنامج الاكسس. لو في حاجه نسيتها هنزلها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، وانا بشرح البرنامج اللي انا عملته. في الفيديو الجاي هشرح لكم البرنامج اللي انا عملته بقى ازاي ظبطته وازاي الشكل والواجهه والحاجات دي كلها. ولو في حاجات نسيتها في درس النهاردة هجيبها كمان مع الدرس اللي جاي، وهشرحها لكم الدرس اللي جاي. الفيديو اللي جاي يا جماعة مش مطالبين بيه، انتوا مطالبين بالفيديو ده والفيديو اللي فات. الفيديو اللي جاي ده للناس اللي عايزة تستفيد وتتعلم. الفيديو اللي جاي هيعلمك ازاي تعمل برامج ببرنامج الاكسس. برنامج الاكسس ده كبير جدا وعظيم، وفي ناس بتعمل بيه برامج وتكسب من وراه الافات الجنيهات بالبرامج اللي بتعملها ببرنامج الاكسس ده، بس يحترفوا بقى ويتقنوا يعني. وكده يكون درس النهاردة انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو عجبك الفيديو ده واستفدت من درس النهاردة دوس لايك علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، ولو نزلت تحت شوية هتلاقي أيقونة سبسكرايب أو اشتراك، دوس عليها علشان تساعدنا إننا نتقدم لمستوى أفضل إن شاء الله في الدروس اللي جاية. كمان تحت الفيديو ده هتلاقي روابط الصفحات بتاعتي، لو عندك أي استفسار أو اقتراح ممكن تبعت لي رسالة إن شاء الله وأنا أقدر أساعدك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.